أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. هذا عدد جديد من المشهد الثقافي. في هذا العدد أستضيف الروائي والشاعر إسماعيل إبرير. هو كاتب جزائري من مواليد 1979 بولاية الجلفة. له 5 روايات و3 مجموعات شعرية، وكتب أيضا في المسرح، وله أيضا أعمال أخرى مخطوطة تنتظر النشر بحول الله. اهلا وسهلا بك اسماعيل برير. اهلا وسهلا عبد العلي، مرحبا بك وبكل مشاهدي المشهد الثقافي. هل تعتقد ان حضور المثقف في الحراك السلمي الشعبي كان حضورا قويا؟ دعني اقول ان الحضور كان للشعب بالمفهوم المطلق، ولم يكن لجهه معينه او فئه معينه. الشعب، عندما اقول الشعب نحن نتحدث عن الاطفال والعجائز، نتحدث عن الشيوخ، ونتحدث عن النساء، ونتحدث عن الذكور، نتحدث عن الاناث، نتحدث عن المراهقين والمراهقات. اتصور ان الحضور كان حضورا جمعيا، لم يكن مقتصرا على فئه معينه. المثقف هو جزء من هذا الشعب. المثقف الجزائري لا يعيش في قبه، ليس معزول، لا يعيش حاله من البرستيج او من الوضع المالي المختلف. المثقف الجزائري هو رجل او امراه يقيم في الحي الشعبي ويتسوق في السوق الشعبي. أتصور أن المثقف الجزائري مثقف بسيط، يعيش يومياته مثل كل فئات الشعب، لهذا فهو حاضر ضمن هذا التشكيل. لكن إذا شئنا صوته كان يفترض أن يكون له صوت أعلى في تقييم وقراءة الوضع، وفي صناعة جبهة منتجة للمعنى، لكي يتحول هذا الحراك إلى هذا المعنى، لكي يأخذ هذا الحراك من المعنى الذي ينتجه هذا المثقف. أعتقد أن المثقف فشل مرة أخرى في لحظة تاريخية أن ينتج معنى متسقا ومنسجما مع ما يحصل في الشارع. العهد الجديد الذي دخلته الجزائر الآن بعد انتخابات 12/12/2019، ما هي في رأيك أولويات الوزير الجديد للثقافة وأولويات الدولة بالنسبة لقطاع الثقافة؟ الثقافة الحقيقية فهي تحتاج إلى استراتيجية وإلى هيئات كبرى. نحتاج إلى هيئة كبرى للكتاب، وهيئة كبرى للشباب المثقف، وهيئة كبرى للأداب، وهيئات تقوم على دراسة استراتيجية وتطبيقها بزمن أو بمدة معينة، ل5 سنوات إذا شئنا، ثم تراقب وتقدم نتائج مشروعها، وهذا يكون مربوط مباشرة بالوزارة الأولى. أما وزارة الثقافة فمهمتها أن تحرص المنتوج الثقافي الذي هو سينما ومسرح وغير ذلك، وأن تقدم أو تشرف على الفعل الثقافي من خلال هذه الأماكن والفضاءات التي تملكها، والتي تستطيع أن تكون سببا في وجود فعل ثقافي وبرامج ثقافية دائمة لا تتوقف، وأن تؤسس لمنظومة ثقافية تحترم الواقع الجزائري وتصنع واقعا أفضل، على الأقل تجمله وتجعل الجزائري قادر على الحلم وعلى فهم ذاته وكينونته. بدأت شاعرا ثم انتقلت إلى الرواية ثم عدت إلى كتابة الشعر مؤخرا، كيف كان هذا الانتقال من الشعر إلى الرواية؟ في البداية أنا كتبت رواية قبل ملائكة لافران، أو يموندا ملائكة لافران، قبلها بسنوات كتبت رواية وأعدمتها. لكن أنا نشأت شاعرا وبدأت شاعرا، ثم توجهت إلى الرواية. ربما ما منحته لي الرواية من صدى ومن صيت أكثر بكثير مما منحه لي الشعر. حتى ديواني الأخير أسلي غربتي بدفء الرخام لم يحظى بما حظى به إسماعيل روائيا في مولى الحيرة التي صدرت بالتزامن. يعني صدر الديوان والرواية في نفس الفترة، ولم يكن حظ الديوان إلا يسير جدا. الأمر يتعلق بالتلقي طبعا، بتلقي الشعر وبوضع الشعر في العالم بشكل عام، ثم وضعه في العالم العربي، ثم وضعه في الجزائر. هناك مقولة شائعة، هذا زمن الرواية، ما رأيك؟ مقولة كاذبة تدعي الصدق. لا يوجد زمن للرواية وزمن للشعر، لكن الثقافة الجماهيرية ووسائل الإعلام صنعت من الرواية نجومية ومنحتها مكانا أفضل. ثم إن الجمهور بشكل عام، المتلقي بشكل عام، يبحث عن ذاته من خلال النصوص، ولا يجدها في قصيدة حداثية مثلا، ولا يستطيع أن يعثر شخص نصف متعلم على أدوات
كفيلة بقراءة نص حداثي في الشعر، لكنه يمكنه أن يقرأ رواية من خلال قراءته للأحداث فقط أو للحكاية فقط دون قراءة محمولات النص الأخرى. إسماعيل كاتب حاز على عدد كبير من الجوائز الوطنية وحتى العربية، ماذا أضافت لك هذه التتويجات العربية وحتى الوطنية يعني؟ أنا لا أتحفز للكتابة من خلال الجوائز، لكنني أسعد بالحصول على جوائز أو بتتويج عمل لي بجائزة ما، لكن بدون شك الجائزة هي التي تصنع الصدى، تصنع الاسم وتروج للمؤلف. فالآن في اللحظة التي نعيشها الكتاب المتوج يباع بشكل أفضل بكثير من الكتاب غير المتوج، وهذا في حد ذاته صنع هذه المنظومة التي نسميها نحن لا شان دو ليفغ أو سلسلة الكتاب، التي تحتاج إلى جائزة وموزع ومكتبي وصحافة أدبية متخصصة وإلى كاتب وإلى ناشر، كل هؤلاء ينخرطون ضمن هذه الدائرة أو هذه السلسلة التي تصنع حلقة الكتاب التي نحتاجها. الجائزة ضرورية من أجل دفع بالكتاب إلى الواجهة، من أجل تذكير الناس بوجود هذا الاسم أو هذا الكتاب. لا تملك الجزائر جائزة محترمة في الأدب أو في الرواية خصوصاً؟ باستثناء جائزة محمد ديب التي واصلت منذ سنوات والتي تقوم عليها الدار جمعية الدار الكبيرة والتي تحمل اسم أهم روائي في تاريخ الجزائر هو محمد ديب، أعتقد أن باقي الجوائز تحتاج إلى المرافقة المعرفية وتحتاج إلى معالجتها سواء من حيث لجان تحكيمها أو أمنائها أو من حيث قيمتها المالية، تحتاج إلى مراجعة وإلى مرافقة. زوجتك أمينة الشيخ هي قاصة وروائية وأيضا باحثة جامعية، كيف هي العلاقة بينكما أدبيا؟ هي من صححت آخر رواية لي، رواية من بذوء العصافير، هي التي قامت بتدقيقها إلى جانب أصدقاء آخرون. أعتقد أن أمينة هي فازت علي يعني في عدة مراحل في حياتنا، قبل أن أصنع هذا الوهج كانت متفوقة علي في عدة مراحل، فهي توجت بجائزة علي معاش الجائزة الأولى وأنا كنت في المرتبة الثانية في الدورة الثانية لهذه الجائزة. وهي كاتبة حقيقية تجتهد، بالإضافة إلى كونها تتكئ على جانب معرفي جيد، هي باحثة جامعية و أهم ما فيها أنها تميل إلى العقل أكثر مني، يعني أنا أحيانا أكون نزقا إذا شئنا أو، لكن هي تميل إلى الهدوء وإلى اليقظة. علاقتنا هي علاقة صداقة في البيت، علاقة صداقة، علاقة تبادل قرائي، علاقة تبادل حوار ومعرفة وأدب، نتبادل المعلومات أحيانا، نتبادل حتى الرؤى، نقرأ لبعض مخطوطاتنا قبل أن تصدر. أنت معروف باستماع إلى الموسيقى وعشقك للفن، حدثني قليلا عن هذا الهوس بالموسيقى. قد تتفاجأ إذا قلت لك أنا مهووس بالموسيقى الكلاسيكية بالضبط، أنا أسمع أم كلثوم بشكل دائم، أسمع الموشحات بشكل دائم، وأنا مدمن ما يسمى في بلادي، أنا ما يسمى في مدينتي في الجلفة القصيد، أنا أسمع القصائد البدوية، أسمع بشكل شبه دائم خليفي أحمد، هذا جوي الروحي الذي أعيش عليه، لكن أسمع الموسيقى الكلاسيكية بشكل دائم وأحب الطرب العربي. ألا تعتقد أن هذه الموسيقى، موسيقى خليفي أحمد، الموسيقى البدوية والصحراوية، مظلومة قليلا ولو إعلاميا؟ لما توفى خليفي أحمد كنت رقيبا وشاهدا على المعالجة الإعلامية لوفاته، كان خليفي أحمد وكأن وفاته، وكنت حتى حاضر في الجنازة في سيدي محمد، كان خليفي أحمد وكأنه مات شخص ضيف في الجزائر، يعني ليس جزائريا. وحتى لا أقيم المقارنة، أنا شاهدت المعالجة الإعلامية لمن مات قبله وبعده من غيره من الفنانين الذين يقلون شأنا عن خليفي أحمد ومكانته وسنواته الطويلة في العطاء.
نفس الشيء حصل مع البار أحمد لما مات البار عمر لما مات، ونفس الشيء حيحصل الآن مع البار. فحتى أكون صريحا معك، حتى في الإعلام العمومي لا وجود للبار عمر ولا وجود لخليفة أحمد بالشكل المطلوب، بينما يوجد مغنو مثلا الأغنية الشعبية ويوجد مغنو الأغنية الأندلسية بشكل دائم وحضورهم بشكل بارز. حتى نكون صرحاء ونحن في عهد الحراك، لا يوجد ثقافتي أنا كنايلي غير موجودة في الإعلام العمومي. أنا لا أجد ثقافتي، لا رقصتي ولا ثقافتي ولا جلستي ولا أي شيء، أنا ثقافتي غير موجودة في الإعلام العمومي. هذا لا يعني أنه التعدد الثقافي الجزائري اختصر في جهات معينة، بل يعني أن هناك جهل للقائمين على الشأن الثقافي في الجزائر بشكل عام. في الأخير إسماعيل، ما تعليقك حول بلوغ 4 روائيين جزائريين القائمة الطويلة لجائزة البوكر؟ هذه أول مرة نسجل حضور 4 روائيين في قائمة واحدة للتتويج إن شاء الله. أعتقد أن نصوصهم جميلة تستحق التتويج، وليست نصوص تقل عن أهم النصوص التي توجت في الدورات السابقة للبوكر. إلى الأمام ننتظر أن نحتفل جميعا بتتويج رواية من الروايات الجزائرية الأربعة. شكرا أعزائي المشاهدين، بلغنا نهاية هذا العدد، وعلى أنغام الياي للمرحوم المطرب الكبير خليفي أحمد رحمه الله أترككم، لنلتقي في عدد جديد بإذن الله. بعد الفرقة عاد قلبي كل مسجون في ظلمة منه الوسواس بديني، والله مية راه في قبره مدفون تحت بلاط وما يشوف البراني. مغبون طمن قلبي راه منشوقك ثاني، جريت دمعك وادي سين سخون متوحش وحيد في الغربة ممحول، بين أهلي ونحس روحي وحداني، حبك جار كثير عني يا مظنون وتوصف لي واد حامل وداني. يا محبوبي واش يا محبوبي واش فيا فيك يكون والمشاب اللي يشعل فيك كون.
شملنا يرجع مقرون يبرى قلبي يكون في قربك.